طوال 20 عاما الماضية عملت قطر من خلال سياساتها الهدامة على استهداف أمن دول مجلس التعاون، وضربت عرض الحائط المواثيق والمعاهدات التي قام عليها المجلس. يجب على مسيرة مجلس التعاون الخارجي أن تبقى قوية ومتماسكة، وهو ما أكد جلالة الملك المفدى خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، مشيرا جلالته إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات أكثر حزما تجاه من يستقوي بالخارج لتهديد أمن أشقائه وسلامتهم. أتت الفكرة من منطلق السمات المشتركة ووحدة المصير. مجلس التعاون الخليجي هو القاعدة الصلبة التي بنيت عليها آمال شعوب الدول الست. 37 عاما من الازدهار والرخاء والتنمية والتقدم، 37 قمة خليجية وضع القادة خلالها كل السياسات والرؤى التي حققت كل أشكال التكامل الاجتماعي والاقتصادي والأمني والدفاعي، وصار المجلس قوة إقليمية لا يستهان بها. 37 قمة لم تخلو أيضا من اختلافات وجهات النظر بين الدول الست، ولهذا وضعت القمم لتقريب وجهات النظر، وفي ختام كل قمة يخرج بيان مشترك يتفق عليه الجميع ويدفع بالمنظومة إلى مزيد من التقدم والرخاء. لكن موقفا واحدا لم يكن يبعث على الطمأنينة داخل تلك المنظومة، ألا وهو موقف قطر التي ضربت بعرض الحائط مبادئ المجلس ومستقبل شعبها في آن واحد. سياسة هدامة انبعثت من قطر على مدى 20 عاما، سياسة طالت القريب قبل البعيد، والبحرين هي الأقرب جغرافيا واجتماعيا بالنسبة لقطر، إلا أنها لم تسلم من عبثها وتآمرها المستمر. ومن هذا المنطلق قال جلالة الملك المفدى أيده الله إن قمم الخير لا يمكن أن تلتئم بوجود من لا يريد الخير، في إشارة إلى قطر، إذ أكد أيضا جلالة العاهل المفدى أنه يتعذر على مملكة البحرين حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعد إلى رشدها. بات واضحا موقف البحرين من القمة القادمة، وكما وضحت الصورة فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، حيث سيواجه النظام القطري إجراءات أكثر حزمة، خصوصا بعد تقاربها الواضح والصريح مع إيران وتآمرها على بقاء المنظومة واستمرارية دولها، ما يشكل تهديدا لأمن واستقرار دول الخليج. وقد وجه جلالة العاهل المفدى مجلس الوزراء إلى دراسة الإجراءات الضرورية التي تتطلبها هذه المرحلة. ووفقا للتوجيهات الملكية، فإن البحرين تؤكد التزامها الكامل بدعم جهود مكافحة الإرهاب محليا ودوليا، وأن لا مكان بيننا لمن يستقوي بالخارج لتهديد أمن الأشقاء وسلامتهم، بالإضافة إلى أنها ترى أن لا بديل ولا غنى عن كيان مجلس التعاون.